بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور التالتة. وبدايه الحلقه، منذ لحظات انتهى لقاء السوبر الافريقي اللي جمع بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، وفي خسر الاهلي هذا السوبر. الاهلي لديه من هذه البطوله 8 نسخ، خسر هذه النسخه وهو اصلا عنده رقم قياسي وكان سيستمر في الارقام القياسيه. خسارة خلينا أقولها لك بأمانة غير متوقعة تماما. كنا نمني النفس ببطولة مصرية أهلوية مع بداية انطلاقة هذا الموسم. لما تيجي تبحث عن الأسباب بتاعة الخسارة بتاعة الماتش النهاردة، هيقول لك إنه هناك عوامل عدة. حط موضوع الحكم على جنب عشان كمان ثواني هيبقى عندي مداخله مهمه جدا نفهم قصه التحكيم وما جرى في هذا اللقاء من الحكم الجابوني وطاقم التحكيم الجابوني بالكامل. ومش هفصله، انا بس بقول لك حطه على جنب لكنه مش هفصله عن العوامل. وتعالى نتكلم على الامور الظاهره جدا من الناحيه الفنيه. الاهلي لديه مشكله واضحه في اهدار هذا الكم من الفرص. يا بيه انت بتلعب نهائي. نهائي يعني النهائي ده ابو نص فرصه. يعني لما اشوف الثلاث خشبات وانا مغميين لعيني اجيب جون. ما بالك بقى بان انت عمال تضيع فرصه ورا الثانيه في ظهر الثانيه في ظهر الثالثه في ظهر، مفيش حد الا لما ضيع له فرصه قدام المرمى. ماتشات النهائيات ماهاش كده. ماهاش كده. ده ماتش ابو نص فرصه. وانا اسف يعني احيانا في الماتشات اللي شبه كده اشوف المثل او اشوف الكلمه بتاعت يا سيدي تقعد تقول لي لا تلعب وتكسب، ممكن اشوفها بصراحه. ما كانش عندي مشكله خالص الاهلي ما يعملش اي حاجه في الماتش ده ويكسب الجيم، يروح بواحده. لكن لما انت رحت بكذا واحده وما سجلتش، هذه نقطه معيبه جدا جدا. تعامل الراجل الفني نفسه كولر مع المباراه، شايف ان المعطيات بتاعته متلخبطه شويتين ثلاثه. بعض اللعيبه مش في حالتها الفنيه، يعني مش ده حسين اللي ختم الموسم اللي فات، مش ده حسين الشحات اللي ختم الموسم اللي فات. تغييره بتاعت رضا سليم ما فهمتهاش، واحد من اهم اللعيبه اللي ظهرت النهارده في اللقاء خسست من تقل النادي الاهلي. يعني في حاجات في الماتش كله، عوامل كتير جدا جدا تحس ان هي خدت منك انت النهارده كاهلي البطوله دي اللي كانت قريبه منك انت، يعني هي كانت بتاعتك انت. ومع ذلك هارد لك للاهلي وهارد لك لجمهور الاهلي. هذا الامر لا يعني اي شيء بالنسبه لي، لا يعني اي شيء على الاطلاق، لانه تاني الارقام ما زالت تنصف النادي الاهلي في هذه البطوله وفي غير هذه البطوله يعني. وعلى الاهلي ان يتعلم، وعلى لاعبي الاهلي وعلى الجهاز الفني ان يتعلموا من الاخطاء. في اخطاء واضحه في المباراه ديت، ما يجراش حاجه، تتعلم من خطاك وتتعلم من والتجربه تبقى مركز معاها كويس، تعرف انت وقعت في ايه، لان البطوله دي من الناحيه المعنويه كمان كانت هتفيدك قوي، تدي لك دفعه. دي اول بطوله بالمناسبه يخسرها كولر مع النادي الاهلي بعد تحقيق عدد كبير من البطولات، 5 بطولات 5 من 5. ماذا عن الحالات التحكيميه؟ تعالوا نخش فيها دلوقتي حالا بلا، لان انا عارف كل الناس دلوقتي ما وراهاش حاجه غير الكلام عن الحكم، فانا لن اطيل في هذا الامر اكتر من ان انا دلوقتي معايا على التليفون خبيرنا التحكيمي الكبير كابتن سمير عثمان. يا كابتن سمير اهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الفل. مساء النور يا كابتن ابراهيم، ازي حضرتك؟ الموسم ابتدى وحضرتك اخبارك ايه؟ طمني عليك. كله جميل والشاشه الكبيره جاهزه وانا معاك اهو. طيب على بركه الله، يلا بينا نبتدي. وخلينا نبتدي معاك بالحلقه الاولانيه في الدقيقه 8، تسديده من امام عاشور من خارج المنطقه، ردت من الحارس لرجل كهربا، سدد داخل الشباك، الحكم قال لا ما هياش جون. لا شفنا فار ولا شفنا غير فار ولا عرفنا ايه القصه، وكل اللي كان بيتفرج على المباراه فاتح بقه مش عارف هو لغى الكره ليه، كره الهدف ليه. اسال حضرتك وتجاوبني يا كابتن سمير، اتفضل. كابتن ابراهيم، كان تحرك الحكم الجنبي شايف الكره كويس جدا، اما الكره اتسددت حارس المرمى اول مره الكره عدت منه، بعد كده مسك الكره بايد واحده تمام ومثبتها خلاص على الارض، يبقى خلاص الكره كده بقت حوزه حارس المرمى. بعيد تاني، الكره طالما على الارض وايد حارس مرمى فوق الكره يبقى خلاص دي ايه؟ ايد واحده بس، ايد واحده مثبتها في الارض. ما خلي بالك، ما هي ايد فوق الكره والكره فين الثانيه؟ متثبته في الارض. ما هو مش ماسكها بايدين الاثنين يا كابتن سمير، صح؟ لا
لا مش هم ايد الاثنين. اه ماشي. القانون هنا بيقول لو هو بايد واحده. اه بايد واحده والكره متثبته في الارض يا كابتن ابراهيم. بص ماشي اتفضل. اذا متثبته في الارض وايده فوق يبقى الكره ايه في حوزه حارس المرمى. اي حد هيروح يلعب الكره هيبقى في ركله حره طبعا على اللي هيسدد الكره هنا. طب في ناس بيقولوا ليه حكم الفيديو ما تدخلش هنا؟ حكم الفيديو مش تدخل عشان هنا حكم المباراه. لو نتذكر انه صفر كمان قبل ما تخش. يعني هو ما لغاش هدف، هو صفر على خطا. يبقى الكره ديت الغائها كان صحيحا من الاول. آه يعني طبعا حارس المرمى خلاص الكره بقت في سيطرته. ماشي على الكره والكره مثبته على الارض، اي واحد هيخش خلاص دي بقت يعني في حراسه المرمى. ماشي اول يبقى قرار الحكم كان صحيحا، يبقى الغاء الهدف هنا وعدم اعتباره اصلا كان صحيحا. ماشي ده العنوان الاول. هو هنا احتسب خطا قبل ما احراز الهدف كمان، يعني مش بعد ما الكره دخلت كمان. ماشي يبقى قرار الحكم الاولاني سليم. ماشي. في الدقيقه 26 سقوط كهربا داخل المنطقه والحكم رجع لتقنيه الفار، لكنه رجع واداله بطاقه صفراء بعد اعتراض قوي ولم يتم احتساب اي شيء. او بص الكره دي كان احتكاك عادي جدا اللي هي دي بتاعت اعتقد ادى الاول انذار لرضا على الاحساس انها كان فيها تحايل. اه حضرتك بتتكلم على بتاعت كهرباء. هو كهرباء انذار للاعتراض. ماشي ادى انذار للاعتراض وبرده كان قرار الحكم سليم، برده ما فيش ركله جزاء، دي التحامات طبيعيه جدا بتحصل كل الملاعب وهنشوفها ان شاء الله بعد بكره في الدوري بتاعنا. طيب يعني دي ما فيهاش حاجه. كنت بتقولي على الحاله بتاعت رضا سليم ان هو اداله بطاقه صفراء للتحايل، ما كانش فيها حاجه بتاعت رضا سليم؟ ما كانش اداها له برضه للانذار للاعتراض، لان بتاعت رضا سليم كانت تسلل علاوه ان ما حدش حد لمس رضا كمان. بس هو مدي للاعتراض. ماشي. يبقى القرار بتاع كهربا حالات الحكم لغايه دلوقتي ماشي صح، الثلاث حالات الحكم ماشي فيها صح. يبقى كهربا ما هياش ضربه جزاء والجول بتاع الاهلي ما هوش جول. طيب اللي هو لم يتم احتسابه، يعني قراره صحيح. نروح للدقيقه 40 حكم المباراه احتسب ركله جزاء لصالح اتحاد العاصمه الجزائري بعد تدخل من مروان عطيه. فما رايك التحكيمي؟ هو هنا الحكم بالرغم انه كان قريب من الكوره انما ما خدش القرار، لسه دعا حكم الفيديو. طبعا دي ركله، دي اكتر لعبه تقلل من درجات الحكم على فكره. اصل هو واخد الزاويه صح وكلير وواضحه وشايف كل حاجه، فالمفروض ياخد قراره هو. برافو عليك. دي ركله جزاء سليمه. حكم الفيديو كان محقق، جاب للحكم المباراه حاجتين. اول حاجه جاب له لقطه الالتحام وهي مثبت الصوره، بعد كده جاب له الصوره لايف. اما لعيب الجزائر لعب بالكره عدى من الكره، وبعد كده لعيب الاهلي بدون اي مبرر، بدون اي مبرر بصراحه انا برضو استغربت هو بيعترض ليه على جسم اللعيب. فطبعا دي ركله جزاء بسبب الاهمال، وكان برضو قرار الحكم هنا سليم بعد رجوعه لحكم الفيديو. ماشي الكلام. يبقى الكره دي برضو انت شايف انه كان قرار الحكم فيها صحيح. نروح للشوط الثاني. كان في تمريره من حسين الشحات لرضا سليم اللي استلم الكره، وكان في تدخل من مدافع اتحاد العاصمه على رضا سليم. رايك فيها ايه؟ لا التدخل ده كان خارج منطقه الجزاء. كان خارج منطقه الجزاء زي احنا شايفين، حتى الصوره الفوتوغرافية اللي جايه لنا دي واضحه بين خط الارك بتاع الدايره. الكره دي خارج منطقه الجزاء، كان هنا ممكن يحتسب ركله حره مباشره لصالح النادي الاهلي. كان هنا المفروض يحسب ضربه حره غير مباشره للنادي الاهلي. لا طيب. مباشره. ركله حره مباشره. طيب خلينا اسالك بقى اجمالا على طاقم التحكيم والحكم نفسه، كيف ترى من وجهه نظرك؟ كيف ادى وتقييمه كم من 10؟ النهارده طاقم التحكيم من وجهه نظري طبقا للحالات الفنيه كان ناجح فيها جدا، بس انا بعيد عليه في حاجه مهمه جدا يا كابتن اللي هي ممكن تخلص على اي حكم. عنده عصبيه عاليه جدا. عصبيه شديده جدا شفناها من اول 5 دقائق. اللي بيبين شخصيه، انت عشان تبقى شخصيه كويسه مش لازم تزعق على فكره. مظبوط. يعني اخر حاجه اللي بيزعق ده على فكره بيبقى ضعيف. انت الحكم متشنج برغم قراراته صح وبيزعل اللعيبه، حتى لعيبه النادي الاهلي برضه يعني بالرغم من خبراتهم الكبيره جدا انما مشوا مع زعيق الحكم، بقوا مركزين قوي مع الحكم وده خد منهم كتير قوي على فكره. علاوه بقى طبعا استخدام طبعا الفريق الخاص طالما انه كسبان شيء طبيعي هيبتدي يضيع وقت. كنت اتمنى انه يبقى في تعامل سريع شويه مع طيب ده يمكن السؤال اللي كنت لسه هساله لحضرتك. لم اشعر ان الحكم كان في هذه النقطه يعني حاد
او يعني حاسم يعني كان ساب الدنيا كده، اللي عايز يطلع يطلع على مهله، اللي عايز ضايع وقت يضيع وقت على مهله. تمام يعني، برافو عليك. ابتدت الكروت تظهر امتى؟ في الدقيقه 90. لما خلاص 90 اصلا انت خلاص كله بقت يعني ايه، التركيز خلاص بيروح. انما كالحالات الفنيه لا، حكم المباراه لم يؤثر في نتيجه المباراه. نديله كام من 10؟ والله بص، حته ركله الجزاء ارجع لها للفيديو دي تقلله، انا مديله 7 من 10. كم؟ 7 من 10. طيب سبعة. في حاله كمان بتاعت كهربا هعرضها لك برضو، فكروني يا شباب كانت في الدقيقه كام؟ ما هي دي اللي هي كانت اللي فيها اللي كان فيها اتاحه فرصه لرضا سليم، لان دي انا كنت عايز اسال فيها. برافو عليكم يا شباب، انا ما اعرفش سقطتها ازاي، لان ديت برضو كانت بالنسبه لي عايز افهم هي ضربه جزاء ولا لا. شايف الكره دي؟ ايد كهربا بتعمل ايه؟ كل واحد فيهم بيحجز على الكوره، بيحجز طالما ان في مسك متبادل او سد متبادل استمرار اللعبه. اصل انت هتحسب هنا ركله جزاء ولا فاول على ايد كهربا الشمال اللي انطلعت شت بتاع الجزائر؟ بس خليني اقول لك. طب خليني اقول لك حاجه، لا روحوا بالكادر كامل يا جماعه، روحوا بالكادر كامل. بص يا كابتن سمير، خليك معايا كده، بص على ركبه لعيب باتحاد العاصمه في ركبه كهربا، وهتولي كمان الصوره اللي بعدها، هنشوف كهربا كان ده السبب اللي خلاه يقع ولا لا. وبعديها كان رضا سليم بيروح تقريبا هو والجون، يعني ده جون سهل جدا جدا. فالسؤال اللي ضيعها رضا في الاخر. السؤال التداخل بالقدم ما كانش واضح قدامك، اللي هو التداخل اللي هو الركبه في ظهر الركبه. انا شايف في رجل مخطوطه، بس طبعا مش موضح هل في خطا ولا لا، وفي شايف شد من كهرباء. طالما يا كابتن ابراهيم في خطا متبادل بغض النظر ايد او رجل او رجل او ايد، يبقى استمرار لبعض قرار سليم لسبب بسيط. هتحسب على مين؟ على المدافع ولا المهاجم؟ يعني دي اصلا ما كانش فيها اتاحه فرصه. بص كده يا كابتن سمير، لا بص الصوره دي كده من ذكاء الحكم. معلش خليك معايا ثانيه واحده، في ديلي كام ثانيه. بص كده على الصوره دي كده، بص كده، ده مقص حراميه بقى خلاص، دي كان ماشي يا كابتن سمير. يعني هي بص يا كابتن، انا مش هقدر احكم على الصوره دي طبعا، لو هتجيلنا فيديو، لان الصوره دي انا هنا ممكن اقول لك هتبقى فيها ركله جزاء، تمام؟ وممكن يكون لعيب الجزاء هو لعب الكوره على فكره. هنا لو لعيب النادي الاهلي كهربا، لا هو كهربا هو اللي كان في حوزته الكوره اعتقد يا كابتن سمير، للاسف انا ما عنديش حقوق اعرض لك بالفيديو، بس انا فاكر كويس ان الكوره دي كهربا تعرض، لا سيبها لنا يا شباب، انا فاكر كويس قوي ان كهربا تعرض لعرقله في الكوره دي. لا ما انا هقولها لحضرتك. اتفضل. لو كهربا اللي لعب الكوره دي حصلت على الكوره بقت ركله جزاء، انما لو لعيب الجزائر هو اللي لعب الكوره ومد رجله، لا يبقى كهربا اللي جاب الكوره. طيب فلنفترض ان كهربا هو اللي لعب الكوره والراجل ادى اتاحه فرصه، لعب الكوره هنا في ركله جزاء. طب الراجل ادى اتاحه فرصه وراح بيها رضا سليم وكان هيجيب جون وما جابش جون، خلاص بقى هو طيب حمل الريسك وخلاص، ولعيب الاهلي كملها خلاص. مع الفرضيه الثانيه ان الكوره دي في اللقطه الاولانيه فيها ضربه جزاء، بس هو ادى اتاحه فرصه لرضا سليم، يبقى تصرفه كان سليم ولا لا؟ اهو بص، لا تصرفه سليم بقى ليه؟ اللي بيقول مفيش بتاعه فرصه في قانون كره القدم ده مش هو. بص يا كابتن سمير، برضو انا بعرض لك صوره كمان، بص لا يعني ما اعرفش، انا ما بحبش افتي في التحكيم، بس دي ضربه جزاء يعني ما بحبش افتي. انا عشان بس هو بس اتفضل. لو ابراهيم كهربا اللي لحب الكوره هتبقى خلاص ركله جزاء. ليه؟ لانه بيلعب الكوره واللعيب بتاع الجزاء حاطط جسمه، هو اللي لعب الكوره. واكدوا لي برضو يا شباب، ارجعوا للفيديو، خلي بالك برضو هنا ارجعوا للفيديو يا شباب وبلغوني من فضلكم. اتفضل يا كابتن سمير. بس هنا يا كابتن ابراهيم خلاص الحكم تقديره امر خلاص استمرار اللعب والكره اتلعبت، فخلاص حتى ولو هي ضربه جزاء وادى اتاحه فرصه فانت ضيعتها. اتاحه فرصه بالظبط كده. ماشي. طيب زي ما كنت بتكلم مع حضرتك، هو كهربا هو اللي لعب الكوره، يبقى هي فيها ضربه جزاء، بس الراجل ادى اتاحه فرصه وبالتالي الاهلي هو اللي اخضرها. بالظبط كده. تدي للحكم اجمالا 7 من 10، ولم تكن هناك قرارات من وجهه نظر حضرتك تؤثر على نتيجه اللقاء، مظبوط كده يا كابتن سمير؟ حتى اللعبه الاخيره اللي احنا قلناها خلاص الراجل ادى اتاحه فرصه، والراجل بتاع النادي الاهلي مشي يدرب المرتين والثلاثه ولعبها. وركله الجزاء واضحه للناس كلها طبعا، في اهمال من لعيب النادي الاهلي وركله الجزاء سمير. ولو بتلوم على الحكم في حاجه هتبقى عندك ادي اللقطه بتاعت والتاخر في استخدام البطاقات الصفراء لتحصيل اللعب. ماشي، انا جبت لك اخر صوره اهي اللي فيها كهربا لمس الكره عشان تروح لرضا سليم، وبعدها تعرض للعرقله اتعملت له الكماشه من الاثنين مدافعين بتوع اتحاد العاصمه.
تمام يا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سمير، بشكر حضرتك شكرا جزيلا كالعاده، بنسعد بيك وبنتشرف بيك يا كابتن سمير، كابتن سمير عثمان خبيرنا التحكيمي الكبير، وادي حضراتكم سمعتوا المداخله وما فيها من تفاصيل تتعلق بالتحكيم. تعالوا نروح لشق فني، ومعايا على التليفون مدير الفني المتميز ونجم النادي الاهلي كابتن مختار مختار. يا كابتن مختار تحياتي، اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ ابراهيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اخبار حضرتك يا كابتن؟ طمنا عليك. الحمد لله حبيبي، والله كله تمام الحمد لله رب. من وجهه نظر حضرتك كابتن مختار، ما هي اسباب خساره الاهلي اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد ان احنا ده مش مستوانا، احنا احسن من كده بكتير قوي. ما شاء الله في لعيبه كثيرين بعيده جدا عن مستواها الطبيعي العادي اللي احنا متوقعينه يعني. في بقى نقطة يعني كمان مهمة جدا جدا أنا شايفها يعني من وجهة نظري. اتفضل. إن لاعبتنا بقت يعني عندها نلفزة غير طبيعية وغير مبررة. صح صح. وكأن إحنا بطل يعني أبطال كل حاجة، إحنا واخدين كل حاجة ما شاء الله. المفروض إن البطل ده يبقى له سمة معينة كده ويعني يكون بعيد عن الناس، بعيد عن تصرفات الناس، لكن إحنا صراحة بقالنا فترة كتيرة جدا معظم لعبتنا كلها بتتنفذ. سهل استفزازها يا كابتن مختار، سهل استفزازها رغم ان هم عندهم عمق خبرات غير طبيعي زي ما احنا بنقول. لا مفيش، معلش فين الخبرات؟ يعني اقصد اتحطوا في مواقف كتير، اتحطوا في مواقف كتير المفروض يتعلموا منها. المفروض يا استاذ ابراهيم ان المواقف ديت يعني ايه يبقى ليها رد فعل يعني هايل بالنسبة لينا، لكن للأسف احنا كل ماتش وكل بطولة يعني نلفزة غير مبررة. انا مش عارف ليه لأي سبب. على فكرة بتقللنا كتير جدا جدا، وبعدين احنا بقينا فرقة يعني متميزة في هذا الأمر، يعني بقينا لينا الطبق، وده أمر صراحة يعني صراحة أنا مستغرب الأمر ده يعدي ازاي بالنسبة يعني انا مش فاهم، مش عارف يعني اي فرقه تقدر تخرج يعني. انا النقطه احنا بنتكلم من غير على فكره من غير ما يخرجونا. احنا عندنا استعداد اصلا. يعني وبعدين ما شاء الله يعني عندك هاني لعيب هايل جدا، ولد مؤدب جدا جدا، بس عنده نفذة غير طبيعيه على من اول دقيقه في الماتش، وهو يعني وكهربا رايح كل شويه عمال يعترض على الراجل. انا قاعد بتفرج بقول له والله هتاخد انذار، والله هتاخد انذار. ينفع ان هو يديله انذار يسقف له؟ لا ده انا كنت خايف كمان يديله واحده كمان والله. خلاص لازم اقول لك حاجه، انا لو حكم لازم اديله الاحمر على طول. زي بالظبط حسين الشحات في ماتش النهائي، ان هو يروح يكلم يمسك الحكم بالشكل دوت وبتاع، يتضرب خلاص الماتش ضاع، من البطوله كلها ضاعت مننا، واللي احنا فيه ده كله كان ضاع لو الحكم اداله الطبيعي بتاعه. فاحنا بصراحه امر غير طبيعي، لازم يتعمل لازم اللعيبه يتعمل لها محاضرات في الكلام ده. الامور دي ما تعديش كده، احنا يعني احنا خسرانين النهارده من اول الماتش، ان احنا بره المباراه من اول الماتش. صحيح. وفي نقطة كمان يا كابتن مختار، يعني أنت دلوقتي عارف اللعب بتاع فرق الجزائر، فرق تونس، فرق المغرب، وأنت أصلاً يعني احتكيت بيهم كتير، فغريب قوي بالنسبة لي إن أنت برضه سهل استدراجك واستفزازك في مسألة إضاعة الوقت، فتستفز فتروح تعترض على الحكم وتعترض على اللعيبة وتعمل مشاكل وما بتعرفش تدير المباراة زي ما أنت ما عايز. أنت حضرتك قلت نقطة مهمة قوي، انت الاهلي يعني انت الاتقل يعني انت البطولات كلها، فدير المباراه على ايقاعك انت، على دماغك انت، على رتمك انت. طبعا انا احنا بننزل للناس مش بننزل لهم، ده احنا يعني مؤهلين ان احنا نطلع من المباراه من قبل ما نخشها. وبعدين ايه يا استاذ ابراهيم؟ مش واحد بس، كذا واحد، ده كذا لعيب في المباراه بتنفذ غير طبيعيه وغير مبرره. وبعدين هو الكبير يبقى كده، يبقى دي تصرفاته. طيب لازم تعالى نروح مع حضرتك لشق تاني، الشق اللي حضرتك ذكرته ده شق مهم، الشق التاني يتعلق بالاداء الفني. يعني ما اسباب اهدار هذا الكم من الفرص اللي اتيحت للاهلي اللي كانت تطلعه كسبان المباراه دي ومرتاح؟ عشان كده انت خسرت البطوله. انت الماتش ده بسهوله جدا تجيب جون في الاول كده تعمل سكور. يعني انا كان معايا يعني مجموعه من صحابي اتفرجوا، قلت لو احنا اتاخرنا في ان احنا نجيب الجون في الاول الفرقه دي هتعلى
وهتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لنا. وفعلا يعني لما اتاخرنا في الجون احنا اتاخرنا وهم اللي جابوا شويه شويه طلعنا بره المباراه والامور بقت صعبه جدا. احنا كان طيب ما كناش موجودين صح ماسكين الكوره لكن بدون اي فعاليه وبدون اي خطوره. كابتن مختار انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على المداخله وما فيها من اضاحات فنيه وايضا لها علاقه بلعيبه الاهلي نفسها ودي جزئيه لمسها جدا الكابتن مختار. وخد بالك انت في الماتشات اللي شبه كده لازم تبقى متحكم جدا في الاعصاب، متحكم في رتم المباراه، متحكم في تعاملاتك مع الحكم. الامور اللي شبه كده هتخسرك كتير. وانت اصلا يعني انا هرجع للمداخله هتلاقوها موجوده حتى كمان على اليوتيوب مش عايز اعرضها تاني مع الكابتن عبد الحق بن شيخه المدير الفني لاتحاد العاصمه من قيمه اسبوع بالظبط. فاحنا بنساله طب رايك ايه؟ قال لك الاهلي هو الاكثر هو الفريق المرشح والاكثر حظوظا للفوز بهذه البطوله. ده اول كلمه قالها. فبقول له طب ده حضرتك مدير فني للفرقه فبتقول كذا. قال اه ده من تقديري للاهلي، الاهلي فريق كبير جدا جدا. انا عندي مجموعه لعيبه لسه بضخها لاول مره. فانا هنزل الجيم يعني انا ما عليهاش ضغوط. وما عنديش حاجه اخسرها. فانت شوف الفرق بصلك ازاي؟ بص الفرق بصلك ازاي؟ وانت مش عارف تبص لنفسك بالشكل اللي انت تستحقه. فدي جزئيه برضو معلش ما جراش حاجه، اتعلم. بيقول لك المثل بيقول لك ايه؟ يموت المعلم ولا يتعلم. يعني اتعلم فرصه. اتعلم فرصه اتعلم اديك انت لسه محافظ على ارقامك ولسه في نفس الجوده ولسه في نفس الاداء بس لازم تاخد بالك من التفاصيل الكتير. والكوره شويه تفاصيل شويه تفاصيل. حتى كمان القرارات بص على قرارات اللعيبه. قرارات اللعيبه اما فيها استعجال او تهور. حقل. خلينا نروح لفصل وبعد الفصل نرجع نكمل كلام. رجعنا لحضراتكم في جمهور الثالثة وقائع المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر مدير الفني للنادي الاهلي متابع مع حضراتكم على الهواء مباشرة. gratulieren unserem Gegner Wissam Alger zum Sieg. في البداية بهني فريق اتحاد العاصمة على فوزهم بالمباراة والبطولة. Ich denke, wir haben auch unsere Chancen gehabt in diesem Spiel. أعتقد إن إحنا كان عندنا فرص كتير مهمة في المباراة. Wir haben aber keine Tore gemacht. لكن للأسف ما حرصناش أهداف. Das Entscheidende schlussendlich. ودي للأسف أهم حاجة في كرة القدم. Wir haben Penalty verursacht. Ein Sekundenbruchteil zu spät gekommen und dann ist es passiert. سببنا لنفسنا في ضربة جزاء بدون داعي. كان في اللاعب كان متاخر كسر من الثانيه في القرار فتسبب في ضربه جزاء. كمان كان في ضربه جزاء وقت حالينا جدا والحكم ادى اتاحه فرصه انا عمري ما شفت في حياتي اتاحه فرصه في ضربه جزاء مش موجوده في الكره. Nichtsdestotrotz glaube ich müssen wir mehr tun alle zusammen. لكن في النهايه احنا لازم نعمل اكتر من كده في الكوره، لازم ادائنا يبقى افضل من كده، لازم كنا ادائنا الهجومي كان يبقى اقوى من كده افضل من كده. لكن ده كان اول مباراه رسميه لينا في الموسم. Aber wir müssen ganz klar zulegen und jeder muss bei sich selber schauen und nicht irgendwie beim anderen die Fehler suchen. لكن بالتاكيد احنا محتاجين نتحسن اكتر من كده بكتير وان كل لاعب لازم ان هو يبص على نفسه ويحاول يدوس على نفسه ويدي اكتر من كده وما يرميش اخطائه على حد تاني. Can we have questions from the media for the coach? ثاني البشر صحيفة البلاد. اليوم الاهلي استحوذ على المباراه لكن ما كان فيه انهاء حقيقي للهجمه وهذا الكلام اللي كنا نقوله قبل المباراه انه كان الاهلي ينقصه هداف للفريق. فهل ما زال على رايه انه ينتظر الى نهايه الموسم عشان يشوف مثلا اللاعبين اللي عنده؟ Vor der Anfang der Saison schon, dass er ein Problem hat mit einem Stürmer. Wird der Ahli dann warten bis Ende der Saison, um dieses Problem zu lösen? Wir haben einen Stürmer, der konnte aber noch nicht spielen heute, weil Transferfenster zu spät verpflichtet wurde. Wir
Und es ist so, dass jeder Tore schießen kann und oder Tore schießen muss, wenn er die Chancen dazu hat. Und das haben wir im letzten Jahr gemacht. طالما جات له فرصه لازم يحرز منها اهداف وده اللي احنا السنه اللي فاتت كنا عندنا اقوى هجوم بنفس اللعيبه دي und ich bin überzeugt dass wir auch wieder hinkommen dass wir das wieder hinkriegen und gut das war jetzt der start war rein jetzt vom ergebnis her nicht gut für uns انا متاكد ان احنا هنوصل تاني لنفس مستوانا اللي كان السنه اللي فاتت ونوصل للمكانه اللي احنا كنا فيها لكن البدايه طبعا ما كانتش احسن حاجه بدايه الموسم بهزيمه زي دي في بطوله ما كانتش احسن حاجه es kann in der Enttäuschung kann das auch noch ein Vorteil sein weil uns bewusst sein muss dass die letzte Saison die war sehr erfolgreich und das kommt nicht von alleine wir haben hart gearbeitet und wenn irgendeiner das Gefühl hat es geht einfach so weiter dann sind wir auf dem Holzweg und da werde ich natürlich einhaken und werde eingreifen und dementsprechend ist das was ich vorher schon gesagt habe wir müssen mehr tun jeder einzelne muss mehr tun und dann werden wir wieder auf die Siegerstraße zurückkehren رغم الحزن اللي عند الواحد في هزيمه طبعا البطوله وخسران اللقب الاول الموسم لكن ممكن تكون حاجه مفيده انها تفوق الفريق احنا خدنا السنه اللي فاتت كل البطولات اللي احنا دخلنا فيها ممكن بيحصل حاله من احيانا من التعالي او تتصور ان الامور هتمشي لوحدها او ان انت هتكسب كل بطوله بدون جهد كافي لا ممكن يكون ده زي الم يفوقنا يعرفنا ان احنا محتاجين نشتغل وان احنا لازم عشان اوصل للي انا عملته السنه اللي فاتت هيبقى السنه دي اصعب ومحتاجه جهد اكتر فلازم كل لاعب وده اللي انا قلته في الاول ان كل لاعب يعرف ان احنا لازم هندي اكتر من كده وهندوس على نفسنا اكتر من كده وادائنا لازم يبقى احسن من كده كتير وانا النهارده هبدا تدخل عنيف مع الفريق ان احنا نتكلم مع بعض ان احنا لا احنا لازم نبقى الامور ما بتمشيش لوحدها انت ما بتكسبش لوحدك انت بتكسب بالجهد والعرق والمجهود. Okay. Question for the coach. السلام عليكم زياد عطية قناة الشرق. سؤالي الأول للكوتش لماذا تأخر في إجراء التغييرات حتى دقيقة 20 الشوط الثاني؟ والسؤال الثاني هل أنه سر تفوق اتحاد العاصمة يكمن أساسا في خلق خاصة الجهة اليسرى للظهير التونسي علي معلول يعتبر يعني قوة ضاربة ومفتاح في النادي الأهلي وشكرا. Zwei Fragen an die erste Frage. Warum haben Sie zu spät dann den Wechsel gemacht, dann in der 20. Minute in der zweiten Halbzeit, also 65. Minute erst, haben Sie angefangen mit dem Wechsel? Die zweite Frage ist, war es ein Vorteil für den Gegner, dass Sie die linke Seite dann von uns schließen könnten? Dann natürlich mit Ali Mahlul als einer der stärksten in der Mannschaft und die haben die Seite dann geschlossen und dann hat El Ahli keine Lösung gehabt. Nein, also das ist natürlich immer einfach, wenn du dann verlierst, war zu sagen, zu spät gewechselt. Wer garantiert mir, dass wenn ich vorher wechsle, dass es dann besser rauskommt? Das kann ich auch nicht sagen. بالنسبة لنقطة التغييرات هي بتبقى دايما اللي بيخسر دايما بيبقى قراره غلط فمحدش كان يضمن ان انا لو كنت غيرت بدري كنت هكسب ولا التغيير في الوقت ده معناه ان انا لازم اخسر عشان غيرت في الوقت ده هي بتبقى معطيات المباراة حضرتك ولا اي حد يقدر يضمن لي ان انا لو كنت غيرت بدري شوية ان انا كنت هكسب المباراة Und wir sind heute auch viel über die rechte Seite gekommen, haben da auch unsere Chancen gehabt, also wir kommen nicht nur über links. Und dementsprechend ja, sehe ich das natürlich anders. بالنسبة للسؤال الثاني أنا شايف الموضوع مختلف شوية إن إحنا بالعكس إحنا النهاردة كانت قوتنا الناحية اليمين كانت أقوى وكانت شغالة أكتر وكانت فعالة أكتر من ناحية الشمال إحنا بنهاجم يمين وشمال ما عندناش ناحية واحدة بنعتمد عليها لكن هي ظروف المباراة. Okay. Let's take him and then final. مهند علي جريدة الشرق الأوسط سؤالي لمستر كولر. بالنسبه لاشراك اللاعبين الجديدين رضا سليم وامام عاشور من بدايه المباراه ثم تغييرهم في الشوط الثاني كيف رايت بدايه اللاعبين مع النادي الاهلي Wir haben dann zwei neue Spieler dann direkt von Anfang an spielen lassen, Imam und Rıdvan Slim, aber die wurden nachher dann ausgewechselt beide. Wie sehen Sie den Start von beiden neuen Spielern dann bei Lange? Ja, ich denke, sie haben gut gespielt. Rıdvan Slim hat in der ersten Halbzeit drei, vier gute Aktionen über die Seite gehabt und Imam eigentlich auch. Es ist so, dass natürlich noch der Rhythmus fehlt, dass die Intensität, die es braucht oder die wir auch im Training versuchen zu trainieren, damit wir im Spiel hohes Tempo gehen können, da sind sie noch nicht so lange dabei. Bei Imam war es so, dass er lange Zeit, fast vier Monate verletzt war.
und jetzt natürlich auch den Aufbau zuerst machen muss. Und ich glaube, dass er sicher dann, wenn er längere Zeit dann auch mit uns mittrainiert hat, dann wird er noch stärker. بالنسبه للاعبين عملوا ماتش كويس جدا، رضا بالذات عمل الشوط الاولاني كان ليه 3 4 لقطات كويسين جدا في الشوط الاولاني، وكان ليه خطوره كبيره من الناس اللي كان ليها خطوره كبيره في المباراه لينا. امام كمان عمل ماتش كويس جدا، لكن ما ننساش ان الاثنين لعيبه جداد على الفريق لسه ما خدوش الريتم بتاعنا، لسه ما خدوش السرعه بتاعتنا ولا الشده بتاعتنا، وده بنحاول ان احنا في التمرين نحسنه ونحاول نحسن الجوده دي مع الوقت. الريتم بتاعنا العالي لسه هما ما وصلوش ليه، ده هيجي من وقت، انا متاكد ان هما مع الوقت هيبقوا افضل، بالذات امام اتصاب فتره طويله جدا، قعد 4 شهور مصاب، دي لسه بدايه مشاركته اساسي بعد 4 شهور اصابه، فانا متاكد امام بالذات لما هيبدا ياخد مننا التدريب بتاعنا ويبدا يوصل للريتم بتاعنا والشده بتاعتنا، امام هيفرق معانا جدا، هيبقى لعيب كبير قوي. عايزك بس تراجع والله بجد، هات الانترو اللي اتقال من شويه على الاهلي وقارنه بكلام كولر بالظبط، هو نفس الكلام بالظبط. اهدار الفرص، وفي الماتشات اللي شبه كده ما ينفعش اهدر فرص، وضيعت حاجات كتير قوي ورحت، وكان ممكن اخلص المباراه وابقى انا البطل. هيبقى لي تدخل عنيف جدا مع اللعيبه. قال ان دي انا كنت مستني بدايه معنويه وللاسف ما حصلتش عليها. ورغم ان هو متضايق من ده قال نفس الكلام تقريبا، قال لك لازم نتعلم من ده، وهيبقى لي تدخل عنيف مع اللعيبه. لانه البطولات ما بتجيش، انت مش معنى انت فزت ب5 بطولات فخلاص هتخش اي ماتش وتكسبه عشان انت كسبان كل اللي فات، لا لازم تشتغل ولازم تتعب ولازم تشتغل كتير قوي قوي. والنقطه كمان اللي برضو لازم الناس تاخد بالها منها، انه احيانا اللعيب بيبقى عنده حاله كده اللي هو يعني ما هو الماتش ده انا سهل وهعرف اكسب وبتاع، ولو ما جتش دلوقتي تيجي هدا ضاع الماتش. فكولر كل الكلام اللي هو بيقوله تقريبا متطابق مع وجهه النظر اللي احنا كنا بنطرحها لحضراتكم. قال لك كويس ان هي جت في الاول، مش مبسوط، قال لك بس كويس ان هي جت في الاول عشان نتعلم، وهي فرصه ان احنا نعلم اللعيبه واللعيبه تتعلم من الاخطاء. ده اللي كنت بتكلم مع حضراتكم فيه، لعلها تكون نقطه فارقه في النادي الاهلي. كتبت النهارده على تويتر قبل ما ادخل او صباحا يعني، انه ان شاء الله باذن الله النهارده يكون فيها واحده بابا الشغلانه. كنا نمني النفس بفوز الاهلي بهذه البطوله نظرا للتاريخ الطويل ونظرا لكذا كذا كذا. فالبعض دخل قال لي دلوقتي بقى كده مين بابا الشغلانه؟ فهي نفس الاجابه، نفس الموضوع. هل خساره النهارده تمحي تاريخ الاهلي؟ هل ده من الانصاف في شيء؟ هل ده من العقل في شيء؟ هل ده من المنطق في شيء؟ الاهلي هو بابا شغلانه في افريقيا، سواء على صعيد دوري ابطال افريقيا لانه الاكثر فوزا بيها، فده انت النهارده مش ينفع تقصه، مش تنفع تشيله يعني. وهو الاهلي برضو هو الاكثر فوزا ببطوله السوبر الافريقي بواقع 8، والنهارده كان هيزود على الحته حته يبقى 9، فيظل برضو بابا الشغلانه، ما قصتش منه حاجه يعني ولا حاجه. طيب تعالوا نشوف بقى ابرز مواعيد مباراه الدور الاول في الدوري، نتابع مع حضراتكم. شوف بدايه الدوري احنا قلنا يوم 18، النهايه باذن الله 4 ابريل. لا 4 ابريل ايه؟ وهيبقى في مؤجلات. ده الدور الاول. ده الدور الاول، نهايه الدور الاول 4 ابريل. بص بقى هدي لك بس الجوله الاولانيه وبعدين هقف معاك عند تركيه كده لطيفه، ماشي كده؟ البدايه هتبقى مع ماتش طلائع الجيش والبنك يوم 18، خلاص كل سنه وحضراتكم طيبين. التلات زد والاسماعيلي، الاهلي والمصري برضو التلات. يوم الاربع الداخليه وام بي، المقاولين وبلديه المحله الساعه 7، سموحه والجونه برضو الساعه 7، ده في 20 سبتمبر. الخميس هيبقى عندك فاركو وفيوتشر الساعه 4، الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا الساعه 7، وبيراميدز والزمالك الساعه 7 بمشيئه الله. دي مباريات الجوله الاولى. تعالى اشرح لك شويه ملامح كده فيما يتعلق بمواعيد الدور الاول تحديدا يعني. ابرزها واهمها هو تاجيل لقاء القمه. ليه بقى تاجيل لقاء القمه؟ هشرح لك كل حاجه وتعالنا يا شباب على السبوره. بدايه الدوري هتبقى يوم 18 سبتمبر والحد 4 ابريل، ده نهاية الدور الأول 7 شهور. هيكون هناك العديد من المؤجلات، وهي في حالة إقامة، في حالة أقيمت مباراة الأهلي وسان جورج في إياب دور أبطال إفريقيا يوم 29 سبتمبر، سيتم تأجيل لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية، ماشي كده؟ طيب هيتأجل لقاء الأهلي والجونة في الجولة الرابعة بسبب مشاركة الأهلي في الدوري الإفريقي اللي بعده.
الاهلي برضه هيتاجل له قد تؤجل مباراته امام البلديه في حال تاهل الاهلي لنصف نهائي الدور الافريقي ان شاء الله. مواجهه الاهلي وموريو عرف الجوله السادسه قد تؤجل في حال تاهل الاهلي الى نهائي الدوري الافريقي. تم تاجيل مواجهه الاهلي والاتحاد السكندري في الجوله التاسعه بسبب مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه، ده بسم الله الرحمن الرحيم. الجوله العاشره سيتم تاجيل مباراه الاربع انديه المشاركه في البطولات الافريقيه لاهلي بيراميدز الزمالك فيوتشر، واللي هيكون من بينها مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. وهنا في تركيه هشرحها لك برضه. التركيه دي بتقول لك ايه؟ هتولي 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 على الشاشه يا شباب. التركيه دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك انه الاربع ماتشات اللي هم تحت دول، بص كده معايا من كلمه مؤجل، زمالك اهلي مقاولين وبيراميدز اسماعيلي وفيوتشر سيراميكا كليوباترا والمصري. طيب قد تظن هنا انه المؤجلات دي علشان دي فرق بتلعب في افريقيا، يعني تيجي تبص عليه تقول لك اه بس ده اهلي وده بيراميدز، فيوتشر ده مصري، هي المؤجلات دي بتاعت افريقيا. لا، هو الوضع مش كده بالظبط. الوضع بالظبط انه ده الميعاد اللي محطوط انه تتسكن فيه بطوله سوبر الانديه اللي هي بطوله النخبه، اللي هي بطوله السوبر اللي هتتلعب فيه الامارات بمشيئه الله. انا كنت بتكلم مع نائب احمد دياب رئيس الرابطه، وقال ان هو ده الوقت اللي بيفكروا فيه 24 ديسمبر تقريبا، يعني ان هو ده الوقت اللي يعني تتلعب فيه البطوله. وبما انه البطوله هتتلعب في الوقت ده وبالتالي هيبقى المباريات دي مؤجله. قال له واحد شاطر قوي يبقى ماسك ورقه وقلم ومذاكر، يجي يقول لي طب انت ازاي بتقول الكلام ده كله وانت عندك الجونه وامبي يوم 25 متسكن؟ ما امبي هيلعب الاهلي في الدور قبل النهائي في الكاس، ما في فرضيه انه امبي يكسب. ايوه صح مظبوط، في فرضيه كده، بس هم لما عملوا المؤجلات هنا عملوا على حساب انه الاهلي لا يكسب. طب في حاله امبي كسب هيتاجل له مباراه الجونه وامبي، لانه ساعتها هيبقى امبي مع الفرقه دي رايح فين؟ دوري السوبر، او رايح سوبر الانديه الابطال. ماشي كده؟ عشان بس يبقى انا ايه شرحت لك الجزئيه دي كلها على بعضها فيما يتعلق بقى بهي الانديه. طيب الملاعب بقى شكلها عامل ازاي؟ كل نادي هقول لك الملعب بتاعه. الاهلي، الزمالك، زد، فيوتشر، البنك الاهلي، استاد القاهره. هيتفرق. سكه ودغري. 1 2 3 4 5 فرق. مقاولين العرب هيلعب طبعا على ملعبه. سيراميكا كليوباترا هيلعب على ملعب المقاولين العرب. سموحه في اسكندريه، استاد اسكندريه، والاتحاد برضه في استاد اسكندريه، فاركو والمصري في برج العرب، كل واحد فيهم في برج العرب. الداخليه هيلعب في ملعب السلام. طلاع الجيش على جهاز الرياضه. بص في فرق كده ايه، كل فرقه هتلعب على ملعب، ما حدش هيشاركها في نفس الملعب اقصد. فانت مثلا عندك طلاع الجيش هيلعب على جهاز الرياضه، مفيش حد يلعب عليه غيره. بيراميدز هيلعب على الدفاع الجوي ده بتاعه. بلديه المحله هيلعب على استاد غزل المحله. امبي هيلعب على ملعبه بترو سبورت، الجونه على استاد خالد بشاره، والاسماعيلي هيلعب على استاد الاسماعيليه. ماشي كده؟ دي الملاعب. يبقى اكتر استاد هيبقى عليه حمل الموسم ده هو استاد القاهره، هياخد 5 انديه، لا انديه القاهره بالمناسبه اللي هتبقى موجوده. بعد فاصل سريع اخبار وتفاصيل مهمه في القلعه البيضاء نادي الزمالك، خليكم معنا. لعيبه الاجانب في الزمالك، الزمالك، طب الزمالك كمان مره، طب الباك جراوند بتاعت الزمالك حلوه الصيغه دي. ماشي، اللعيبه الاجانب اللي هم حمزه المسلوسي، سيف الجزيري، ابراهيم نضاي، سامسون اكينيولا، كلهم هتتصرف مستحقاتهم بعد ما يرجعوا ان شاء الله باذن الله من تنزانيا. ماشي كده عشان حضراتكم تكونوا في الصوره. كانت صرفت جزء من مستحقات
اللعيبه غير الاجانب، اللعيبه المحليين، اللعيبه المصريين يعني، واللعيبه الاجانب سيصرف جزء من مستحقاتهم لما يرجعوا. في تعديلات اتعملت في لائحه الزمالك للموسم اللي جاي، عملها الكابتن عبد الواحد السيد علشان تحفيزا طبعا للموسم اللي جاي، لانه انت عارف انه موسم صعب جدا جدا على الزمالك. حلك الوحيد تحط بنود تحفيزيه ويبقى عند اللعيبه دوافع، سواء اللعيبه الصغيره اللي انت مطلعها يبقى عندها دوافع كبيره جدا جدا، بالاضافه كمان انه يضرب لهم امثله من الموسم الصعب جدا اللي كان الموسم قبل اللي فات، لما الزمالك برضو كان مقفول عليه القيد وعرف انه يتعامل وعرف انه يكسب بطوله الدوري. فهيبقى في امور شبه كده هيشتغل عليها الكابتن عبد الواحد السيد في جزئيه الزمالك. عندي تقرير عن ابرز اللاعبين المحترفين في الدوري المصري هنستعرضه مع حضراتكم لانطلاقه الموسم الجديد ومن بعدها دكاتره التحليل في امسيه وسهره كرويه ممتعه. احنا بتوع التفاصيل، تعالوا بقى نشرح ماتش الاهلي كده، نعرف ايه القصه. كوباية الشاي بتاعتك يا باشا، قهوتك، ركز كده نعرف هو ايه اللي حصل النهارده. ده اول لقاء لكولر. التفاصيل اللي جوه، التفاصيل اللي تخص رضا سليم واللي تخص امام عاشور، الصفقتين الجداد، اسباب ان انت النهارده مش عارف تتعامل من الناحيه الفنيه وبتهدر فرص كتير، كل ده النهارده مع دكاتره التحليل الجينيوس بتاعنا عمر عبد الله وملك الارقام والاحصائيات محمد عماره. فاستنونا بعد التقرير والفاصل. أيام قليلة وتنطلق مسابقة دوري نايل بعدما أقيمت قرعة البطولة وتحديد نظامها. من المقرر أن يتم افتتاح المسابقة يوم الاثنين 18 سبتمبر الجاري، وستكون ضربة البداية بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي. هناك العديد من اللاعبين المحترفين المنتظر ظهور في الدوري خلال هذه النسخة. قامت معظم الأندية بتدعيم صفوفها بلاعبين من الخارج للمنافسة بكل قوة. أبرز المحترفين المنتظر ظهورهم في دوري نايل الفرنسي أنتوني مودست مهاجم نادي الأهلي الجديد. ويعد مودست من المهاجمين أصحاب الخبرات الكبيرة في أوروبا، وكانت آخر تجاربه في صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني. ومن بين المحترفين المنتظر ظهورهم في النسخة الجديدة من الدوري الكونغولي فيستون مايلي مهاجم نادي بيراميدز. يعد مايلي هو هداف النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما سجل 7 أهداف. كما ستكون الأنظار متجهة نحو فريق سيراميكا كليوباترا بعد عودة المهاجم النيجيري جون إيبوكا. يعد إيبوكا من الأسماء الهجومية المميزة، وعاد إلى سيراميكا بعد فترة الإعارة التي قضاها مع فريق أهلي طرابلس الليبي. ومن بين المحترفين أيضا يتواجد الأنغولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري. قدم مابولولو أداء مميزا مع زعيم الثغر في الموسم الماضي، وأحرز لقب هداف الدوري برصيد 16 هدفا. وجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ورجعنا لأمسياتنا الكروية التحليلية الممتعة مع دكاترة التحليل اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة. الجينيوس بتاعنا عمر عبد الله. عمر اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا ابراهيم، اخبارك ايه؟ الحمد لله، وحشني جدا جدا يا صديقي العزيز. والله العظيم قاعده وحشاني وانت وحشني والناس وحشانه، الدنيا وحشه. بس بس عمر مش وحش. لسه هقول والله. انت قلت كل الناس انت وحشني وانا وحشك والناس كلها والدنيا. اصل انا بشوفه كتير بصراحه. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ازيك يا ملك الارقام؟ ازيك يا ايمن؟ عامل ايه يا عمر؟ كله تمام الحمد لله. مستعد للموسم الجديد؟ خدنا فريش حلو جدا. جميل، صلعت نفسك حقيقي بصراحه. طيب يعني متشكرين والله. العفو بيه، بس القناه اللي اديتك لازم مش انا يعني الاطار برضه الاطار. طيب خلينا نخش بقى في الموضوع على طول. يلا بينا. اديني عنوان عام، لماذا خسر الاهلي هذا اللقاء الذي كان قريبا جدا، سواء بمعطيات ما قبل المباراه او حتى كمان جوه المباراه نفسها. يعني هو من سمح لاتحاد العاصمه انه يخش جوه اللقاء. انا هاخد اخر جمله، هو من سمح دون التقليل مما قدمه اتحاد العاصمه. ماشي. اتحاد العاصمه كان قاري الاهلي كويس جدا، نازل جيم عارف هو هيلاعب مين، لعب على مفاتيح لعب النادي الاهلي. لكن المباراه خلصت في رايي في ان هي عنوانها العريض هي مباراه بدايه موسم. يعني هي مباراه بدايه موسم كما يقول الكتاب.
يعني مباراه الاهلي في بدايه الموسم الماضي امام الاتحاد المونستيري مع مارسيل كولر برضو ما كانتش بالشكل ده، ما كانتش اقوى حاجه للاهلي، مش الاهلي اللي فنش الموسم، لكنها برضو ما كانتش بالشكل اللي الاهلي فقد فيه كل اسلحته في مباراه النهارده. الاهلي انهى الموسم الماضي فريق لا يشق له غبار، صحيح، بيقدم كل حاجه في الكوره من ضغط، استحواذ، تحرك، خلق مساحه، تهديد على المرمى، كل شيء كان الاهلي بيقدمه في نهايات الموسم الماضي. في مباراة النهاردة هو فقد كل شيء، فقد كل أسلحته، ومع ذلك كان قريبا من تحقيق التعادل، كان ممكن ان هو يحقق التعادل، ممكن ان هو يهدف، لان الفريق عنده الامكانيات دي، لكن هو كان فاقد للناحية الفنية. ودي نقطة مهمة جدا، لان في فرق ما بين النسق رتم المباراة والناحية الفنية. يعني الاهلي النهاردة كان رتمه عالي، الاهلي ما كانش رتمه بطيء، الاهلي كان بيجري، الاهلي كان بيحاول يستحوذ، الاهلي كان بيهدد، الاهلي كان بيسدد في سباقات سرعة كتير، فالرتم موجود، لكن الحالة الفنية جماعيا وفرديا دي ما كانتش موجودة خالص. وده ظهر في اخطاء كتير داخل الملعب، في التمركز، في قرارات اللعيبة. هي بداية موسم، اللعيب نفسه مش فت، قراره مش حاضر، ذهنه مش حاضر. فانا بشوف ان هي مباراة بداية موسم طلع من الكتالوج، صحيح، دي اول طلعه في الموسم. مساله القرارات دي اكتر حاجه لفتت انتباهي، يعني معظم اللعيبه بحس ان قراراتها اما فيها استعجال او ما فيهاش درجه الاتقان العاليه. يعني لعيبه بعينها لما كانت بتمسك الكوره كان هيبقى عندها تصرف وقرارات تانية احسن من كده بكتير، زي حسين شحات، زي كهربا، زي بيرسيتاو، زي مجدي قفشه، كنت هبقى متاكد ان ده مش هيكون قرار. وسؤالي برضو ليك، هسالك نفس السؤال، اديني عنوان عام وايه اسباب ده. يعني بص، ممكن ناخد الموضوع من تصريحات عبد الحق بن شيخه المدير الفني القدير جدا، يعني قبل المباراه، وهو قال عنوان المباراه دي بالنسبه لفريقه، قال هي مباراه استعراضيه. احنا كاتحاد عاصمه زي مباراه بنقدم فيها نفسنا قصاد اقوى فريق في افريقيا. أيوه. اللي قدام النادي الاهلي، عشان كده زي ما كان بيقول عمر، اتحاد العاصمه نازل هو عارف عايز يعمل ايه، ما عندوش اي حاجه يخسرها، ما عندوش اي حاجه يبكي عليها، هو بيلعب الليفل ده لاول مره، وبيطمح للبطوله لاول مره في تاريخه، فبنازل يعمل كل حاجه. في المقابل الاهلي كان ما عندوش حاجه يخسرها بالظبط، مش هو المرشح الاكثر حظا. فكره الاندر دوج دي احيانا طبعا بتبقى اقوى، يعني بالنسبه لانديه معينه كمان، وهو نادي في الاول اخر بطل، ولكنه داخل المباراه دي اندر دوج طبعا. طبعا يعني اقل بكتير في كل شيء بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن النقطه الثانيه اللي انت قلتها في سؤالك، ودي نقطه مهمه جدا، فكره الشحن. انا كنت براهن النهارده وكلنا تحديدا، يعني على مدار الموسم الماضي، على براعه كولر في التصرف وسط الازمات دي او وسط الاجواء المشحونه دي، ان هو بيعرف يفصل الفريق تماما، تحسش ان في اي احداث صاخبه عاش بها النادي الاهلي، مع ان الموسم اللي فات كله احداث ساخنه كتير، بس عمرك ما حسيت ان الصخب اللي كان موجود الموسم لا، يعني في حاجات كتير. اولا في صفقات كان موسم كل الفرق فيها صفقات، انا معاك، بس القصد ايه، يعني كان في شويه حاجات كتير، مناوشات برحيل اشخاص وقدوم اشخاص تانية، كان في شويه تحس ان في شحن شويه قبل المباراه. بس المباراه نفسها بقى في نقطة مهمة جدا أنا أول مرة أشوفها في النادي الأهلي، وطبعا دي ترجع طبعا لبداية الموسم، لأن وارد جدا هي دي النقطة الأساسية، لأن خلي بالك حتى لما نخش كمان على الحالة الفنية، فكرة الدفع بإمام عاشور ورضا سليم دفعة واحدة في المباراة دي، طبعا لعيبة كبيرة ولعيبة مدفوع فيها كتير، فطبيعي إنها تنزل تلعب، ولكن حتة الانسجام دي مع الفرقة لسه في جاهزيتها الفنية مش في أفضل حاجة، ممكن تديك شكل عام اللي أنت شفته ده، مع ان الاهلي كان قريب جدا. الاهلي لو ايوه، بس برضه في جزء هنا هيترد عليه، يقول لك ما هو رضا سليم كان احسن واحد من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده 100%، ودي طبيعه كولر 100%. كولر بيدفع باللعيبه، يعني ما عندوش فكره ايه بيصبر. يعني مروان عطيه جه لاعب، بالك ما هو قندوسي جه لاعب، خالد عبد الفتاح جه لاعب، انتقالات يناير تحديدا. يعني ورضا سليم كان هايل جدا، ولكنه في الاخر ممكن الناس تاخد الموضوع بشقين، شق ان هو اضاع انفرادين او اضاع كورتين مهمين جدا، بس خطر، بس لعيب خطر جدا، هو مكمن جدا، لعيب هايل، لعيب هايل، ومع الوقت تقدر تشوف من دلوقتي ان هو هيبقى واحد من مفاتيح اللعب المهمه جدا. ولكن امام في اكتر من كوره، رغم ان في لمسات عظيمه جدا، واحنا كلنا عارفين قدرات امام عاشور، والراجل بيلعبه على عدلته وفي النقطه دي، ولكن انت اتحت الاتحاد العاصمه شويه في الجبهه اليسرى ناحيه النادي الاهلي تحديدا، ان انت دفاعين ما تبقاش افضل حاجه، يعني معلول بامام بحسين النهارده الجبهه دي كانت باينه ان فيها مشاكل كتيره جدا، عشان كده كان الضغط كله او الهجوميا الاهلي كان شكله يعني احسن كتير في الناحيه اليمنى، رضا سليم مع ديانج مع محمد هاني. فهي النقطه شويه بدايه موسم، ممكن كولر كمان نفسه حتى ما كانش
يدير المباراة بالشكل اللي معتاد منه جمهور الأهلي، لأن بصراحة التغييرات ممكن يبقى عليها علامات استفهام شوية تحديدا في الشوط الثاني، ولكن إجمالا هي بداية موسم يعني، والأهلي عليه ضغط على طول، لأن صحيح. أنت مطالب بتحقق كل حاجة، راجل على الليفل جدا، أنت خدت الخمس بطولات، فأنت طبيعي داخل عايز تقش بالميركاتو العظيم اللي أنت عملته يعني. طيب ده كلام عظيم، نحلي بقى بالإيه؟ بالحالات الفنيه كلها، بس بعد الفاصل يلا تاخد منكم العنوان نفصل عشان نخش على ده كلام العام المرسل يعني، خش في التفاصيل الدقيقه بعد الفاصل. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. اتفضل عمر بيه. ايه خليني اعمل حاجات مش عايز اعملها يا ابني، ما حدش سمع اللي اتقال، بكمل عادي. طيب واتمنى حاجات مش عايز اتمناها. خير، كله خير ان شاء الله، كله عشان خاطر حبيبي والله. اتفضل يا سيدي، اتفضل. طيب خش في الحلقات بقى، يلا بينا. احكي لي قصه علي بابا. قلنا ان الاهلي افتقد كل اسلحته او اكثر اسلحته اللي كان متفوق بيها جدا في الموسم الماضي. معايا رقم مهم جدا يكاد يكون المفتاح اللي دخلت منه للمباراه. لو شفنا الرقم اللي معانا هو فقدان الكرة، الاهلي فقد الكرة اكتر 9 مرات 10 مرات تقريبا من اتحاد العاصمة. الاهلي فقد الكرة 37 مرة مقابل 28 مرة من لاتحاد العاصمة، فانت بتتكلم في رقم كبير جدا، 11 كرة فرق ما بين الاتنين. فقدان الكرة ده يديك بقى مؤشرات المباراة مشيت ازاي. تعال نشوف الحالات بتاعت النادي الاهلي. مش معلش عندي سؤال، فقدان الكره كان في اي مناطق في الملعب؟ لا هو في الالتحامات الثنائيه، في الالتحامات الثنائيه، فيبين لك انهي فريق كان اسبق على الكره. ماشي، فكره ان انت تعيد الاستحواذ مش فقدان الكره في المطلق يعني. ماشي، فبالتالي هنا دي بدايه لحظه بدايه المباراه. ليه بقى بقول لك الاهلي فقد اسلحته؟ جزء مهم جدا من تكوين فرقه الكره هو الكومباكتنس بتاع الفرقه، تقارب الخطوط. تقارب الخطوط، ان انت تتحرك كوحده واحده. انا جاي انا النهارده شغال لك انيس عبيد. احنا موسم ما يعلم بلا، احنا مش متفقين على كده بقى. لسه اول ده اول طلعه، ده اول قطعه على كده. ماشي اتفضل بيه. تقارب الفريق، انك ما تبقاش المساحات ما بينك وما بين ما بين الخطوط وبعضها بعيده، وده كان واحد من، لو تفتكر في كاس العالم كنا اتكلمنا على سر تفوق المغرب مثلا، انه لعب اكتر عدد من مبارياته في 18-19 ده حقيقي، ده حقيقي. فبالتالي الفريق كله بيتحرك، فبتقلل مساحات الجري، بتزود، قدر يحافظ على النسق ده كل ماتشاته، كل ماتشاته. حتى المنتخب السعودي امام الارجنتين كسب بنفس السيستم، بنفس السيستم. تعال نشوف الاهلي ازاي خطوطه كانت بعيده فاوجد مساحات كتير جدا جدا. من اول ثانيه في المباراه يا ابراهيم واضح ان الاهلي فقد التناغم. ماشي بقى الحالات معانا سريعا كده عشان الحته دي فيها شغل كبير جدا. لا ارجع الفريم اللي فات، كهربا رايح لوحده منفردا، ده قرار ضغط منفرد انتج ان الاهلي لما خد السكند بول هناك الفريق ستيل برضه بعيد، فاضطر رامي ربيعه انه ياخد قرار تاني خالص بلونج بول طويل لاتحاد العاصمه. ده اول مؤشر في المباراه ان الاهلي مش محضر هيعمل ايه، ولا في الضغط ولا في الخروج بالكوره. زائد ان فقدان التركيز خلى الاهلي، ارجع بس الفريم اللي فات، لا الاول الضربه، الراجل اللي هناك خالص ده متراقب من اتنين، متراقب من حسين ياخده بوشه وامام، واتاخد من امام وهو جاي له، وفي النهايه الكره لما اترفعت راحت له هو. لما لعبها بدماغه، بص راجل رقم 19 اتحرك ما بين الفرق، الاهلي بعيد، فراغات كتير جدا ما بين اللعيبه. ماشي بقى الحالات واحده واحده عشان تشوف. ادي بص يا ابراهيم بيستلم فين الراجل في ظهر خط دفاع النادي الاهلي، ماشي فريم كمان، اجابات ما كانتش موجوده عنده خالص. ثانيه واحده بقى ارجع، بص انت حتى كمان انت ممكن تقيس، ارجع الفريم اللي فات، اطلع فريم قدام يعني. اطلع فريم قدام، بص المساحه، المسافه من كهربا اللي هو راس الحربه لحد الباكات بتوع الاهلي والمدافعين الاهلي. الله ينور عليك، هي دي بقى مساحه. ارجع يا الفريم اللي فات وتعال على ده بسرعه. بص هنا الاثنين استلموا، مبدئيا لازم رباعي الاهلي يكونوا عند الحكم الدفاع، أيوة. عند الحكم او بعدين بيردتين، برافو عليك، عشان اروح اجيب الكره على طول، برافو عليك. لكن طالما بص رامي ربيع فين، واول واحد جاله رضا سليم الجناح، الراجل لاعب الكره الطوليه، ماشي بقى علي معلول، الكره وصلت لمحمد الشناوي، اخطا هو كمان التقدير فاضطر يطلع الكره اوت. ايوه نفس القصه تاني في الضربات المباشره، الراجل الكره اتلعبت بالعرض، الراجل طالع، بص كل دي فرق. حتى في الضربات الثابته الكره دي الحمد لله في نص الجون، الحمد لله الفريق مفكك. لو مشيت بقى كل الهجمات اللي جايه لاتحاد العاصمه، بص
ماشي ماشي الهجمه فريم فريم هتلاقي ان لا ده في واحده كانت مرتده على الاهلي غريبه جدا. الراجل عبد المنعم بسرعته ده معايا دي شبه اللي شناوي طلع بالظبط. بص أهي هنا الكره اتاخدت من امام عاشور ماشي بقى ثاني ارجع انا بس خلينا انا بص بقى هنا المساحه قد ايه يا ابراهيم. اول واحد هيقابله مين؟ خش بقى الفريم اللي بعديه. بص الراجل فين؟ بص عبد المنعم ورامي ربيع فين؟ قلبين الدفاع. بس شوف بقى هنا انا بس عايز اتكلم على عبد المنعم في الكوره دي. الراجل ده مدافع كبير قوي يا جماعه قوي اقسم بالله قوي والله عارف العظيم ليه مدافع كبير؟ ثلاثة كواليتي مدافع ما جاش في الكوره المصريه كلها من ابراهيم سعيد من وقت ابراهيم سعيد واللي هيشوف اللقطه دي هيفهم بالظبط. واحد زيه كان اتلبخ مش عارف يجي بيروح للي قدام ولا يبيع نفسه للراجل اللي داخله معاه الكوره. فضل ارجع تاني فضل عامل ديلي مؤخر نفسه استنى بس الراجل ده خلص من الكره راح لعبها للراجل اللي طالع من الناحيه دي. سبرنت غير طبيعي ما يعملهاش غير واحد واثق من نفسه بنسبه 1,000,000%. بص بقى الكره اللي بعديها راح جابها من رجل الراجل مستحيل تقول ان هو هيلحقه مستحيل. 100% انا معاك 100% دي حسابات فرديه ليها علاقه بكواليتي شخص لعيب وقراره وقرار لعيب جوه الملعب. انا اسف يعني مدافع تاني الراجل ده كان راح جاب الكره من الشبكه. حلو قوي ارجع بقى الفريمين وهجاوبك وهقول لك كمان الفريم اللي فات هجاوبك بس على عبد المنعم. هو ليه مدافع ليه انت تصنفه كمدافع كبير؟ لان من مقومات او من مواصفات المدافع الكبير انه لما يغلط يعرف يلم غلط بالظبط. هو اصلا هو ورامي غلطانين ايوه في التمركز ايوه لان ما ينفعش الراجل اول واحد يقابله. بص هو مستلم الكره من هنا ماشي الهجمه اول واحد يقابله هما الاثنين هنا ده انت بتتكلم في 15-20 ياردة ده الراجل يفكر وياخد قرار صح. ويبص والناس لكن عشان هو عنده القدرات الفرديه بقى كمدافع عرف انه يلم نفسه اتلعبت الكره ماشي الكره اتلعبت الكره هو نفس الموقف اللي غلط فيه الشناوي. اختصارا ان واحده من اهم اسلحه الاهلي في الموسم الماضي كانت تقارب الخطوط ان الفريق بيتحرك واحده فده كان بينتج ايه؟ بينتج ان دايما قلبين الدفاع ما بيطردوش جونهم ودي اسوأ حاجه لاي فريق في العالم ان المهاجم جاي فالمدافع يبدا يطارد جونه أيوه. ودي كان معمول عليها دراسه مهمه جدا أيوه. في انجلترا انك ازاي تخلي اللعيب بص نفس هتلاقي حالات كتير بقى معانا بالطريقه أيوه دي يعني أيوه أيوه. فبالتالي طول ما انت قريب المدافع ما بيطاردش جونه ده رقم واحد. رقم اتنين الراجل السته بتاعك اللي بيتحول في ال 4-3-3 ل 4-1-4-1 ما بيغطيش مساحات جري كبيره عشان كده مروان تالق في الموسم الماضي ورجوعا لمثال المغرب سفيان مرابط كان افضل لاعب المغرب. برافو عليك برافو عليك. فبالتالي انت بتتكلم في ان المساحه اللي اتفتحت دي جدا فضيعت حتى مجهود مروان عطيه لانها فرقت دماغه على القبائل انجاز التعبير بالظبط. طيب يبقى احنا رقم واحد اخذناه من الموضوع ده هو بالحالات انه اتساع المساحات والفراغات ما بين خطوط النادي الاهلي ادت الى دخول اتحاد العاصمه في الجيم بالشكل ده وبالتالي شكل خطوره كبيره. عايز تورينا ايه كمان في الحالات هي واحده من النقط اللي بيقول عمر في الاخر قوة الأهلي الأساسية الموسم الماضي تحديدا هي ثلاثية خط الوسط. ثلاثية كانت دايما بتلاقيها بتكمل بعض هو مثلث رقم 6 ورقم 8 ورقم 8 اللعيب اللي بيخش كده ده بيغطي وراه ميكانيزم بالظبط كده واللعيب اللي 8 اللي رايح في باك مغطي تحتيه وهكذا فدايما في عملية ترحيل فدايما هتلاقي الأهلي زي ما عمر بيقول لك كده كومباكت ليه كتلة واحدة مش هتحس إن في حد رقم 8 بيهاجم بتشكل زي العجينة كده بالظبط يعني رايح جاي كده نقطة ودي هتيجي مع التجانس طبيعي ودي هتيجي مع الخبرات ودي هتيجي مع مرور المباريات ولكن النهارده اتحاد العاصمه تحديدا كان مركز كل الهجوم بتاعه في الجبهه اليسرى بتاعه النادي الاهلي تحديدا اللي علي معلول امام عاشور حسين الشحات. لو جينا بصينا على الحالات وبدانا نشغلها هتلاقي كل الكرات حتى رميات التماس كان الاعتماد كلها والكره دايما بتقع مع النادي الاهلي ادي واحده من الكرات نمشي بقى بالحالات عادي على طول كره هتيجي عند امام استلام خاطئ من امام الراجل قطعها اول ما هيروح ودي الكره امشي بص المساحه دي كلها فاضيه تماما علي معلول هو اللي راجع متاخر مفيش اي انت لعبت النهارده عشان انت بتقول مدافع كبير انت لعبت النهارده على قدرات محمد عبد المنعم يعني قدرات محمد عبد المنعم هي منعت كتير من الهجمات اللي زي كده. نخش على الحاله اللي بعديها نفس الحاله بالظبط الكره مع النادي الاهلي برامي تناس محمد هاني هتلعب لمروان اتقطعت اول ما هتتقطع بص امام فين
ودي الكوره، هتلاقي الكوره رايحه في الجبهه اليسرى برضو، زياده عدديه على علي معلول، نعمل واحده بص رقم 14 بن زازا، واحد من اخطر اللعيبه اللي عملت النهارده شغل كبير قوي في الناحيه دي، حتى نقطه التفاهم ما بين الشناوي ما بين عبد المنعم، راح مشاور لعبد المنعم قال له للشناوي قال له معلش انا لازم كنت اطلعها رمي التماس، ودي واحده من الحاجات الخطيره جدا اللي بيلعب عليها اتحاد العاصمه، الضربات الثابته عموما سواء الكرات رميات التماس او الضربات الثابته، الراجل هنا بيشاور دايما، هتلاقي اللعيب المتحرك الفاضي اللي ما بيستلمش ابو جزمه حمراء ده أيوه. بن زازا بتتلعب الكوره المره دي واحده بالظبط شبه ضربه الجزاء، ولكن المره دي مروان عطيه كان التايمنج بتاعه هايل جدا او التدخل كان رائع، الكوره برده بنفس الكلام في الدقيقه 37 طلعت برده رمي التماس، هنا هشام زازا برده دخل ولكن كان متاخر مروان عطيه جت منها ركله الجزاء. في حالات كتير احنا جبنا بس ابرز ثلاث حالات في منها متكرره كتير جدا، ولكن الاساس كانت الزياده العدديه اللي بتعمل على علي معلول وتحديدا كمان على عبد المنعم، لان معلول كان طاير فدايما مين مساحه كبيره، مين اللي متاخر بس هو عبد المنعم الوحيد اللي منع كرات كتير من دي، فدي واحده من النقاط اللي ما عرفش يعالجها كولر لحد ما استقبل هدف والشوط الثاني شفناه زي ما احنا عارفين. طيب السؤال اللي احنا سالينه لحضراتكم على صفحتنا، من وجهه نظرك ما هي اسباب خساره الاهلي؟ عايزين نعرف رايكم الفني، يعني هل متفقين مع عمر ومع عماره الزياده العدديه اللي اتعملت في ظهر علي معلول، متفقين مع عمر في المساحات الكتير اللي كانت موجوده في الملعب، ولا شايفين من وجهه نظركم حاجه ثانيه؟ ابعتوا لنا على الهاشتاج بتاعنا اللي هو جمهور الثالثه، وبعد الفاصل هرجع اقرا من تعليقات حضراتكم او بمعنى اصح تحليلكم الفني لاسباب خساره النادي الاهلي. يلا بينا. طيب لسه مستمرين مع حضراتكم وجي معادنا مع فقرة الأورشيط مع دكاترة التحليل. السؤال اللي أنا كنت طرحه لحضراتكم على الهاشتاج بتاعنا جمهور التالتة، أسباب خسارة الأهلي من وجهة نظرك، هتبعت لنا على الهاشتاج، تعالوا نشوف الناس حللت الموضوع وقالت إيه من واقع ما ذكرت. يلا بينا. مصطفى بيقول مستوى التحكيم لا يليق بالمباراة، تغييرات وتدخلات فنيه غير جيده ومتاخره، ثقه زايده غير مبرره، غياب دور مدير الكوره الصايع بلغه الكوره في مباراه اليوم وتظاهر اداء اللعيبه، خرجهم عن تركيزهم وفي نفس الوقت التعامل مع تحكيم مستفز. ده مصطفى. ماشي يا مصطفى. نبيل اعتقد ان كولر والتغييرات والبدايه باللاعبين الجدد هي سبب خساره الاهلي. اللي بعده ابن الاكابر. ماشي يا عم، من تواضع لله رفعه. اسباب الخساره الحقيقيه قله الروح والتعالي يا جدع على الكوره من لعبتنا، وكويس انها جت في الاول. ماشي. محمد عادل قال لك كولر سبب الهزيمه، واحد عدم استعداد جيد، اثنين تغييرات غير جيده، ثلاثه اتحاد العاصمه كان افضل تكتيكيا في الملعب. شعبان الاهلي خسر عشان الجمهور كله ضامن الماتش، لعيبه نازله كسبانه وناقص يحتفلوا قبل الماتش ما يبدا، ايه علاقه الجمهور باللعيبه؟ اللي بعته. اخر حاجه سيد مساء الفل، برأيي يعني الاندفاع الهجومي الزايد عن الحد، وان الاهلي ما حاولش يفرض سيطرته على الكره الاول ويمهد ويهمد فريق اتحاد العاصمه، الاهلي فتح خطوطه وخلى فريق اتحاد العاصمه يجري في الملعب ويلاقي المساحات، فبالتالي الاهلي فقد اهم حاجه عنده وهي الاستحواذ. ماشي يا استاذ عمر، اشرح لنا كيف كانت الامور تجري على ارضيه الملعب. تاني سلاح فقده الاهلي في مباراه النهارده بعيدا عن التقارب الخطوط هو الضغط. مارسيل كولر من اول يوم لي وهو فلسفته وعقيدته انا هضغط عليك من قدام، لدرجه ان الراجل راح ضغط على ريال مدريد من قدام. أي. وبعدين بدا يفطن ان هي عايزه مراحل من بعد مباراه سان داونز، ولم يتخلى عنها مع الفرق الاقل منه مستوى، كان دايما بيضغط عليهم من قدام. النهارده الضغط كان فردي بحت، ما تحسش ان في منظومه للضغط. خلينا نقول ان اي فرقه بتبدا اللعب من الخلف او تعمل عمليه بناء اللعب او البيلد اب، هي بتبدا باثنين قلبين دفاع، اثنين ظاهرين بيخرجوا، واحد من الاثنين السته والثمانيه بينزل عشان يستلم، وبعدين باقي الفريق بيبدا يخرج من مناطقه. عشان تقابل القصه دي بيروح المهاجم عشان يضغط على قلبين الدفاع ويوقفهم، واحد يا اما الجناح يا اما رقم 8 بيجي ياخد رقم 6 وفقا لمكان الكوره، وبعدين بيبدا اللعيبه التانيين يقابلوا كل الفرقه، ما بيبقاش متنفس قدام الناس دي غير الراجل
ده ماشي. اللي بيخش له الراجل رقم 6 عشان يوصل نفسه ما بين الاثنين او بيقرب له الظهير عشان ياخد الكره الطوليه لو اتعملت. تعال نشوف حالات النادي الاهلي في الضغط وبرضه من الدقيقه الاولى عشان نشوف ان كهربا كان بيغرد منفردا في حته الضغط لوحده من اول دقيقه نفس الحاله. كمل بقى معانا واحده واحده كده. كهربا راح لوحده تماما، مفيش ولا واحد من الشرح اللي احنا شرحناه على الاواشيط ده موجود معاه ولا واحد. طب ارجع بس فريم، الراجل ده لو ما قررش يلعب الطويله وحطها للراجل اللي في الدايره، سلام عليكم، في اول خط الضرب كله خط الهجوم كله اتضرب وبقى زايد واحد. مشي بقى الكره، لعب الطويله، خدها رامي ربيعه وراح لاعب اللونج تاني وردها لفريق اتحاد العاصمه. تعال نشوف حاله تانية في بدايه الشوط الثاني، نفس القصه، الاتحاد العاصمه بيدور الكره ماشي بيحاول يسلم الكره، كهربا بص كان متنفس. لا ارجع فريم بس عشان انا عايز تشويحه كهربا. كم فريم، كم لعيب الراجل ده ممكن يخرج بيه بالكره؟ السته فاضي، الظهير الايسر فاضي، والقلب الدفاع الايمن فاضي، والراجل الظهير الايسر هناك قدامه فاضي، وكهربا رايح واخد القرار لوحده تماما. ففقد الاهلي واحد من اهم اسلحته وهي منع الفريق اللي قدامه من ان هو يبني الهجمه اساسا. ماشي بقى الكره اتلعبت، ماشي بقى الهجمه عشان تعرف بدايه. بص بقى هنا الراجل استلم فين، بص الجابه. بص بقى الضغطه الغلط دي وصلت لحد فين. ماشي بقى الهجمه واحده واحده لحد اما وصلت داخل منطقه، ماشي الفريم، بص لحد اما وصلت داخل ثانيه واحده، لحد ما وصلت داخل منطقه جزاء النادي الاهلي، ومحمد هاني عمل فاول في الكوره اللي فاتت اللي اتخطف. طيب هل الاهلي ما ضغطش كويس طول المباراه؟ لا، لما كان بقى بيضغط باسلوب الاهلي كان بيجيب الكوره. هنا بقى الفكره اللي الاهلي فقدها وهي استمراريه الضغط. ماشي، عشان كده الاهلي ما كانش النسق بتاعه الدائم الضغط وبيفلت في فترات، لا هو كان سيء، ده النمط الدائم وبيضغط كويس في فترات. بص بقى تعالى نشوف الحاله دي، لان دي الحاله الوحيده اللي الاهلي طبق فيها الضغط زي ما احنا شرحناه. ماشي بقى الكوره كده واحده واحده، الراجل بيبدا يضغط، واخده رضا سليم الجناح اللي احنا قلنا عليه، واخد الظهير ماشي، بدا يرجع تاني الكره. بص بقى ديانج، ارجع بقى فين، بص بقى ديانج الراجل رقم 8 واخد الراجل بتاعه، وكهربا قفل في زاويه التمرير، وهناك حسين موصل نفسه على الاثنين فما عندوش متنفس. ماشي بقى الكره، الكره بدا الراجل يضغط يغلط، اتخطفت الكره، ماشي الهجمه اتخطفت الكره راحت للنادي الاهلي، دخل بيها داخل منطقه الجزاء، الانفراد بتاع رضا سليم اللي سددها في حارس اللي اتلعبت الكره بالعرض لكهربا وطالب فيها بضربه جزاء. فبالتالي واحد من الاسلحه اللي فقدها الاهلي النهارده وتسببت في ظهوره بشكل لا يرضي الجمهور وخساره المباراه هو انعدام الضغط الجماعي، وكانت كل عمليات الضغط فرديه من كهربا لوحده. واحنا ده ثالث سبب، يعني عندنا سبب اولاني في المساحات اللي في الملعب، عندنا سبب له علاقه بالناحيه بتاعت علي معلول والزيادات اللي كانت بتحصل، وعندنا السبب اللي لسه عمر قايله. اتفضل يا عمر. برضو عشان ما يبقاش كله الموضوع سلبيات او يعني احنا كده كده بنحلل المباراه في الاخر، ولكن في واحد من اللعيبه النهارده قدم مباراه كبيره جدا 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 على عكس عدلته او على عكس امكانياته زي ما بيقولوا. لان كهربا الميزه الاساسيه بتاعته مين هو اللعيب؟ كهربا. ماشي، والحقيقه واحد من اللعيبه اللي قدم مباراه كبيره جدا. ليه بقول مقدم مباراه كبيره جدا؟ لان كهربا الميزه الاساسيه بتاعته ايه كمهاجم لو هتحطه هنا في البوكس؟ هو راجل بقى فينيشر هايل جدا وبقى بيضغط كويس جدا. ده كده المدافعين اللي معاك. ما انا كهربا ماشي. كهربا ماشي. حلو جدا. الميزه الاساسيه لما بتطلع كهربا بره وتلعب عليه عالي او تلعب عليه في الالتحامات في ظهره، كانت دايما القصه دي بتفتقد كتير عند كهربا، لان في الاساس هو مش مهاجم، هو لعيب طرف. وده الاساس اللي طلع فيه كهربا، المهاره، وعايز الكره تحت رجله عشان يعمل الدريبل واحد لواحد او يخش جوه منطقه الجزاء ويعرف يسدد. دي النقطه الاساسيه، ولكن زي كانه قدوم مودست ادى دفعه كبيره جدا لكهربا. كهربا النهارده تقريبا 75% من كل الكرات العاليه اللي طلع فيها الاهلي خدها كهربا وبدا بيها هجمه للنادي الاهلي. هي النقطه الاساسيه اللي عمر كان بيقول عليها، انت ما شفتش النهارده الاهلي بيبيلد اب او بيبني اللعب زي الطبيعي بتاعه، شفتش التناغم اللي فيه عشان تلاقي في الاخر دور كهربا الكره بتجيله بالشكل الطبيعي بتاعها. كان الاهلي بيتعب كتير قوي، فعشان كده اغلب الكرات كانت كرات لونج بولز او كرات عاليه من رامي ربيعه او من محمد عبد المنعم او من مروان عطيه حتى، كلها قدام، وكهربا كان دايما بيديك الحل ده. تعال نتفرج على الحالات، ودي نقطه كانت من الايجابيات الكبيره جدا لكهربا. ادي رامي التماس، كهربا هو اول واحد في الملعب خالص واقف مع المدافع بتاعه،
الكره طولت دي نقطه ما كانتش موجوده في كهربا. واحده من الكرات اللي عملت واحده من اخطر الهجمات، وكل الهجمات اللي في الشوط الاولاني تحديدا ومرورها بالشوط الثاني عدت من على كهربا. اداها رضا سليم، راحوا 2-2. واحده من الكرات الخطيره جدا لولا انها طولت شويه من رضا سليم، وكان تدخل هايل جدا. النقطه الكره اللي بعديها، بص على تمركز كهربا وبقى بيديك احساس المهاجم رقم 9 والمهاجم المحطه شويه. اليو ديانج هيلعبها لمحمد هاني لرضا سليم. رضا سليم بص استنى كهربا، كهربا نزله، ودي نقطة مهمة جدا تقول لك برضو ان الخطوط كانت بعيدة قوي. كهربا بص جاي منين، وفي الاخر عرف يحجز على كورته لحد ما الراجل وقعه، بس رضا سليم كمل على الكورة وخدها وراح. واحدة من الكرات المهمة جدا، في كرات كتيرة جدا، بس احنا جبنا الحالتين دول. الاساس عايزين نقول ايه من القصة دي؟ دي واحدة من النقاط ايجابية كأداء فردي لكهربا، ولكن من السلبيات شويه ان هو كان كهربا بيغرد وحيدا زي ما قال عمر، لانه ما كانش فيه اي مساندة خالص، هو رضا سليم بس الوحيد اللي كان قريب منه، بقيه اللعيبه كلها كانت بعيده سواء في عمليات الضغط او حتى في عمليات بناء الهجمه. ليه قرارات لعيبه الاهلي النهارده ما كانتش مظبوطه؟ يعني في لعيبه كنت استنى منها الدقه اكتر من اي لعيبه تانية، او بمعنى اصح هم معروفين ان هم عندهم الدقه دي، خاصه وانت بتقول انه الدقيقه 90 والحكم بيقول 10 دقائق، كان الاحساس انه الاهلي يقدر يرجع يعني. طيب خلينا نقول ان القرار الفني اللعيب لما بياخد قرار في الملعب هو مرتبط تماما بالحاله الذهنيه والبدنيه. الثلاثه كان كابتن حماده امام الله يرحمه كان بيدينا درس، يقول لك التوافق العضلي العصب، الاثنين دول ان انت عضلاتك واعصابك الاثنين متوافقين مع بعض، القرار اللي بياخده دماغك جسمك بيقدر ينفذه. الحاله اللي عليها اغلب لاعبي النادي الاهلي في الناحيه الهجوميه دي انا بشوف ان هي نتاج بدايه الموسم، وبالمناسبه هي ظهرت حتى على المنتخب الوطني امام تونس، ان عدد كبير من لاعيبه المنتخب المحليين كانوا خارج هذا النسق، كانوا خارج نطاق القرار الفني السليم. كمان الهدف اللي جه في الدقيقه 40 تقريبا من الشوط الاول اللي بتاخدني الذاكره في مباراه النهارده، فبالتالي انت بتتكلم في هدف في توقيت صعب جدا، دايما اخر خمس دقائق اخر 38 انت بتتكلم في اخر 7-8 دقائق دول انت بتخش الشوط الثاني وانت خسران، فبيعجل من الحاله من حاله النرفزه او الحاله العصبيه اللي كانت عند لعيبه النادي الاهلي. فانا بشوف ان 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 السبب الرئيسي لفكره القرار السيء اللي عند معظم لعيبه النادي الاهلي ان هم لسه مش في حاله ذهنيه سليمه، مش فت ذهنيه. عشان كده برضو يمكن يكون الوحيد اللي خد فترات راحه مقبوله وماشيه على هو رضا سليم، عشان كده كان هو الاكثر جاهزيه النهارده. وانا من ضمن الحاجات اللي اتقالت في 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 الكومنتات، وعماره قالها في قبل الفاصل كمان اراء ناس تاني دلوقتي حالا، كان اتقالت ان هو تغييرات كولر اللي هي تغييرات لم تكن موفقه. انا كنت بشوف ان يعني الاقدر بالبقاء كان رضا سليم، والاقدر بالخروج كان حسين شحات، يعني عشان خاطر قراراته موجوده، ما كانش في موفق احسن حالاته، ما كانش عنده القدره الفنيه ولا ان هو يتحرك ولا اللي هو ياخد القرار بالكره السليم، وده مش حسين اللي نهى الموسم اللي فات. فعشان كده انا بشوف ان جزء كبير من القرارات دي كان سببها عدم الجاهزيه الفنيه والذهنيه، فبالتالي القرارات كلها كان فيها نوع من انواع الاستعجال. تعالوا نشوف هرجع لك تاني، تعالوا نشوف برضو تحليلكم الفني لاسباب خساره النادي الاهلي. تعالوا نشوف حضراتكم قلتم ايه. ميدو متعب بيقول كولر كان على غير عادته ومتعصب، وده تحول داخل الملعب للعيبه اسوأ اداره لكولر حتى الان. دكتور كوره، تشكيل يفتقد التجانس، عدم البدء بياسر وتو قفشه بدل ربيعه ورضا وامام، لمسات رضا كلها اداء فردي منه مش انسجام بينه وبين الفريق عكس وجود تاو، تغييرات لازم وجود تاو وقفشه تحت كهربا، حسين يمينه عبد القادر شمال بسبب كثافه دفاع الاتحاد، تزود كثافتك على المنطقه. ماشي يا دكتور. سيد جمعه، التغييرات يا سيدي غير الكلام ما قل اوجز فانجز، احنا مش فاضيين لكم بقى. هو راح كتب جمهور ترجع ارجع بس كتب جمهور الثالثه وراح كاتب لك جنبها التغييرات. يلا حبيبي روحوا بقى يلا ناموا بقى عشان احنا خلصنا، مش هقول كلام كتير. اوجز فانجز، بس ده مش وقت المذاكره يا ابو سيد. يلا اللي بعده. دهب، انا هقول التحكيم 20% بس والباقي اخطاء مننا، سواء الماتش جاي في بدايه السيزون اللي التركيز بدون داعي مسبس غريب وعدم توفيق، واخيرا الحمد لله والبطوله مش من نصيبنا، واستنوا اللي جاي محتاجين اللي يسد. ماشي يا دهب. اخر حاجه اللي جاي وبعدين لسه هاخد برضو من تعليقاتكم تاني. ابراهيم الحصري، اشراك الصفقات الجديده خاصه امام افقدت الاهلي جمعيه التمرير المميز بيه، التحضير للهجمه كان لازم امام يخرج بدري وينزل قفشه ويخرج حسين وينزل بارسيتاو ويسيب مروان لانه اخطا بخروجه. مين مروان؟ مروان عطيه.
لانه اخطا بخروجه واصبح في خطوره لاتحاد العاصمه واضطر ينزل ياسر في الدفاع. اتفضل يا عمر. واحده من النقاط المهمه جدا بالنسبه لامام عاشور ان انت تلعب على قدراته الفنيه، وقدراته الفنيه بتقول لك ايه الفرق بينه وبين حمدي فتحي كلنا قلناه، ان دايما امام بيحب الكره في رجله، فهتلاقيه ممكن بيستلم في المناطق اللي زي كده وياخد الكره وممكن يجري بيها ويعمل الدريبل بتاعه ويبقى واحد من العناصر المهمه جدا هنا بدل ما يخش جوه منطقه الجزاء. وطبعا كل ما امام يقرب من الحته دي كلها انت في خطوره كبيره جدا. ولكن النهارده كان الشيء الغريب شويه ان كل مراحل بناء اللعب دي نقطة التجانس اللي الناس بتتكلم عليها، أو دي نقطة عدم الاعتياد بين اللعيبة، لسه بدري. عشان كده دايما العنوان اللي هتطلع منه من إمام عاشور لسه بدري، تحكمش دلوقتي خالص لأنه لسه جاي. تعرف القدرات اللي عندك، ولكن التجانس ده هيجي لأن الفريق ده بقاله كتلة أغلبها بتلعب مع بعض الموسم الكامل على مدار كل المباريات اللي لعبها النادي الأهلي، 50 60 مباراة كتير جدا، فخلاص اللعيبة اتعودت على بعض. ولكن مراحل البناء بقى عندك حل مهم جدا انك تستخدمه هو امام عاشور. لما ما تستخدموش يبقى اكيد في حاجه لسه مش واضحه او لسه في التجانس ما ظهرش بالنسبه لكل لعيبه النادي الاهلي. تعال نبص على الحالات دي تحديدا، وكل ما كوره تبقى الاهلي بيحضرها او الاهلي بيفكر فيها. بص ده مروان عطيه هيلعب تاني، بص هنا امام عاشور هتلاقيه فاضي خالص لوحده بيرفع ايده، موجود في مساحه عظيمه جدا، الهاف سبيس زي ما بنقول، المساحه اللي لسه هتقدر تتحرك فيها لوحدك، الكوره ما تبصتلوش عشان ما فيش ريسك باس او ما فيش جاهزيه او ما فيش الذهنيه ان انت مش قادر لسه تلعب بنفس الريتم بتاعك. نرجع معلش تاني الفريم اللي بعده، بص هنا رامي ربيع خد الكوره، برضو امام لسه بيشاور انا فاضي خالص ما حدش بيلعب لي، رامي فضل مكمل عشان يلعب الكوره لكهربا اللي بص لما لعبت الكهربا نفس اللي احنا كنا بنقول عليه مع عمر، لعبته لوحده خالص، كهربا كان لوحده، ولكن تصرف كهربا انه قدر يحافظ على كورته، صلحها لامام اداها لحسين، في الاخر حسين لاعب الكوره كانت عرضيه طلعت بره، نفس الكوره تاني من مروان لرامي ربيعه، بص اللي جنبه مين؟ لو رجعنا بس الفريم اللي فات ده امام عاشور هو اللي فاضي على شماله، لو لعب كده عشان الدنيا دي خلاص مقفوله. مش عايزين يلعبوا؟ لا ما هي مالهاش علاقه، هو اللي انت الحالات اللي انت بتقول لي ان هم مش عايزين يلعبوا. لا مش عايزين، هي دي حالتين ودي حالتين ملعب عادي ماشي. جدا ان هو خلاص مش معتاد ان هو خلاص رامي داخل عايز يلعب المراحل الاماميه، انت لسه مش معتاد ان امام هو اللي بتدي له الكوره عشان يديك الحل ده. دي عادي جدا بتبقى وردة ماشي. طب عادي. لازم توضحها عشان المشاهد يبقى فاهم. لا 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 الطبيعي الطبيعي ان انت جايب امام عاشور المراحل بتاعه بناء الهجمه وبناء اللعب لازم تتم بالشكل الفلاني، فاللعيبه لسه لازالت غير معتاده على انه امام هو المرحله اللي هتوصل. طب تعالى نوضحها اكتر ماشي. كنا دايما من الموسم الماضي بنقول ايه؟ مش صح، مش لازم اوضحها. لا طبعا، اصل هي بنت ان انت لا لا خالص خالص خالص. انت برافو عليك ان انت قلت برضه مروان عطيه كلاعب رقم 6 لما كان بيتمسك من اي حد كنا بنقول ايه؟ الاهلي بيعاني من خروج بالكوره، وعشان كان عندك ديانج مش افضل حاجه في الطلوع بالكوره، فكنت دايما بتدور على مين؟ على حسين الشحات او بيرسي تاو، واحد منهم بينزل عشان يستلم. انت النهارده بقى عندك حل كلاعب رقم 8 يقدر يعمل ده، واحد من اللعيبه المهمه جدا في الاساس اصلا في نادي الزمالك كان بيطلع بالكود الوحيد صحيح. اللي كان بيطلعك بالكوره، فاذا استخدامه مهم جدا، غير اللونج بول بتاعته دقيقه جدا، يعني ممكن امام واحده من هنا واللي طاير هنا بيديله على طول، فبيضرب لك اكتر من خط ضغط، فبالتالي بتبني الهجمه بشكل صحيح. هي دي النقطه اللي عايز اوضحها، مش ابدا اللي لا كويس ان اللعيبه مش عايزه. ان انا برضو ايه سالت السؤال يعني. عمر اتفضل. طيب هل الدنيا كلها كانت قاتمه كده؟ مستحيل. ماشي. ما لا كان في حاجه من رائحه اهلي كولر. خليني اوضح حاجه كان كولر بيعملها في الموسم الماضي في عمليه الضغط، وانا بحب ان الامور تبقى مرتبطه ببعض لان الكوره تراكميه، مفيش حاجه لوحدها، ما ينفعش تفصل الدفاع عن الهجوم ولا الهجوم عن الدفاع. كولر لما كان بيضغط السنه اللي فاتت وده اللي افتقده برده النهارده في اساليب الضغط، كان دايما بيروح بالمهاجم اللي هو محمد شريف او بيرسي ايا ما يكون المهاجم او كهربا على قلب الدفاع، وبيطلع اليو ديانج او حمدي فتحي على قلب الدفاع التاني. كان الهدف من ده ايه؟ انه يريح الجناحين بتوعه ويوزع الفرقه بتاعته بان هو اللعيبه كلها تقرب مان تو مان كده اهو، ويبدا يحاصر فيريح الجناحين بتوعه من عمليه الضغط، يبقوا هما الاثنين ماسكين مان مارك بس، ويبداوا الكره معاهم يخترقوا في البوكتس اللي بتفضى ما بين قلبين الدفاع او ما بين قلب الدفاع والظهير. فدايما كانت خطوره النادي الاهلي السنه اللي فاتت من مين؟ اطراف بالظبط، الجناحين اللي هما كانوا بيلعبوا انسايد وينجر او واحد فيهم كان بيرسي تاو وحسين الشحات 100%. كان بيرسي تاو يخش 10، حسين الشحات يخش 9،
على طول او العكس تماما حسين هو اللي يدخل وبرستاوي يبقى مهاجم، لان كان ده اللي حاول يعمله متاخرا اخر الشوط الثاني يعني، عشان دايما كان اللي بيقوم في الدورين دول المهاجم ويجي له رقم 8 من هناك الاكثر قوه بدنيه سواء كان ديانج او حمدي فتحي وياخد الكوره. النهارده ده اتنفذ في بعض الحالات بس بعيدا عن طريقه الضغط، بدا يحاول يحرر الجناحين في ال 4-2-3-1 بتاعه فريق اتحاد العاصمه، كان دايما المساحه دي كان كهربا بيجي وكان بيجي امام عاشور مع حسين الشحات في المساحه دي في البوكت ده عشان يفضي، يا اما حسين الشحات يخترق يا اما يستفيد من امام عاشور في التسديد، او الناحيه الثانيه كهربا يروح عشان يعمل نفس المثلث ما بين رضا سليم وديانج وكهربا، فكان رضا سليم هو الاكثر خطوره. تعال نشوف الحالات اللي معانا وازاي عندي دقيقه يلا بينا تعال بسرعه وازاي ماشي بقى الهجمه مع الهجمات معانا. هتلاقي دايما هنا ديانج اللي ضغط خد الكوره سلم لكهربا، الهجمه ابتدت بص بقى هنا المثلث ثانيه واحده بص المثلث اللي هناك في البوكيت اللي اتعمل اللي ما بين منطقه خط وسط وخط دفاع اتحاد العاصمه لامام عاشور اللي دخل قطم لجوه سدد جه منها الهدف اللي تم الغائه للاشتراك مع حارس المرمى. اكتر حاله بتقول لك الفكر اللي احنا بنلعب عليها، الثمانيه اللي ضغط جاب الكوره ديانج للثمانيه اللي هناك اللي بيهاجم، نفس القصه اتلعبت رمي التماس لديانج الراجل اللي بيقوم بالورك ريت العالي ماشي الهجمه عادي جدا، تم تدوير الكوره اكتر من مره لخلق المساحه دي، بص هناك المثلث اللي اتعمل في المنطقه دي لتحرير امام عاشور في وسط دفاع فريق اتحاد العاصمه، هناك الحته اللي في ظهر الحكم دي اتقفلت لان جالي عليها زياده عدديه، رجع الكوره تاني ولففها تاني وعمل عمليه التدوير لحد ما توصل الهجمه دي هتنتهي داخل منطقه جزاء اتحاد العاصمه لرضا سليم، هو انفراد تام ماشي الهجمه معانا واحده واحده بالظبط كده. هتلاقي في النهايه وصلت اهو، بص المثلث اللي اتعمل من هاني لكهربا لرضا سليم، الراجل دخل على حدود الست ياردات. اللقطه دي اتكررت في عدد من هجمات النادي الاهلي ولكنه كان عدد ضئيل ما حسيناش بيه في المباراه لان التنفيذ ما كانش سليم، لكن في النهايه انا بشوف ان كل العيوب دي بما فيها لخبطه مارسيل كولر وعدم قدرته على اداره المباراه ان هو لسه في بدايه الموسم، حد يجي يقول لي هو بدايه الموسم بتعمل كل ده؟ هو عنده في المؤتمر الصحفي قال لك احنا هنتعلم من ده وعندي تدخل عنيف مع اللعيبه لازم، انما متخيلين ان الموضوع سهل ان انت تحافظ على البطولات عشان تكسب بطوله لازم تشتغل لها ولازم نبقى عارفين عشان بس ما يتقالش ان ده كليشيه وان احنا مش مباريات ولا اي حاجه، بس في كلمه بدايه الموسم لا دي مؤثره جدا، وعايز تعرف ده ارجع لبدايه موسم مانشستر سيتي في اي مباراه مع بقى في اي موسم مع بيب جوارديولا نفسه الكوميونتي شيلد كمان اشبيليه بالسوبر الاوروبي ده وخسران من ارسنال ضربات ترجيح، السنه اللي فاتت خسران 3-0 من ليفربول في الكوميونتي شيلد بنضرب بالسيتي لانه اقوى فريق في العالم، فبالتالي صحيح. بدايه الموسم اكيد مؤثره على اي فريق صحيح. هو عايز يختم من بدري فخلاص وحشنا والله حبيبي والله العظيم ثلاثة كنت وحشنا والله وحشنا شرفتنا ونورتنا شوية دول حبيبي شد حيلك طب انا مش وحش شكرا عمر بشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز المتألق عمارة بشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز المتألق متعة الكرة مفيش أحلى منها كنا نتمنى أن المتعة دي تزداد بفوز النادي الأهلي حلقتنا خلصت النهاردة نشوفكم بكرة إن شاء الله بإذن الله في نفس الميعاد تصبحوا على ألف خير سلام عليكم